صبحكم الله بالخير مشاهدينا ومستمعينا الكرام وين ما كنتوا. حلقة جديدة من الصباح رباح تجمعني معاكم من خلال مجموعة من المواضيع والفقرات المتميزة ما بين الغذاء الصحي خلال فصل الصيف وصولا إلى الوجبات السريعة والحلويات. هذا الموضوع أكيد راح نناقشه في حلقة اليوم ومواضيع أخرى. خلونا في البداية مع العناوين. طالبة قطرية تفوز بجائزة الإنجاز الإبداعي التي يمنحها المكتب العربي للشؤون الهندسية AEB. نصائح ذهبية لعطلة صيفية آمنة من مشاكل الغذاء والتسمم. أيضا معنا في فقرات اليوم الأفلام ودورها في التأثير على سلوكيات الفرد. والمنازل المتنقلة نجمة الجائحة خلال مرحلة الإقفال وما بعدها. إذن كانت هذه أهم موضوعات حلقة اليوم وأكيد راح نتابع تفاصيلها في الحلقة. والحين خلونا نتعرف على سؤال فقرة التواصل الاجتماعي لليوم: كيف تؤثر مشاهدة الأفلام والتلفاز على سلوك الفرد؟ نرحب مشاركاتكم وتفاعلكم معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الريان، وأيضا تسعدنا اقتراحاتكم فيما يخص برنامج الصباح رباح من خلال إيميل البرنامج أو عبر هاشتاغ برنامج الصباح رباح. والحين خلونا نتعرف على النشرة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم. المزيد عن حالة الطقس تنضم إلينا عبر الهاتف المتنبئ الجوي سارة النعيمي من إدارة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا سارة. صباح النور والسرور يا هلاكي. سارة كلمينا عن حالة الطقس اليوم بشكل عام. أكيد إن شاء الله. في البداية بالنسبة لأجوانا اليوم تم إصدار تحذير على الساحل فترة الظهيرة خاصة بالرياح القوية مع تدني في مستوى الرؤية الأفقية إلى ما دون 4 كيلومتر، وداخل البحر الأمواج العالية على بعض المناطق. الطقس بيكون حر جدا مع غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق نهارا، والرياح أغلبها شمالية غربية من 12 لـ 22، نعم، 30 عقدة تقل إلى 10-15 عقدة مساء. أما عن حالة البحر، الموج على الساحل بيكون من 2 لـ 5 قدم، وفي عرض البحر من 3 لـ 7، يرتفع إلى 9 أقدام على بعض المناطق أحيانا. بالنسبة لدرجات الحرارة على مدينة الدوحة سجلت الصغرى 35 درجة، متوقعينها توصل 43 درجة مئوية. أما عن الغد بإذن الله استمرار التحذير بالرياح القوية مع الأمواج العالية نهارا. الطقس حار إلى حار جدا مع غبار خفيف إلى غبار مثار نهارا.
الرياح شمالية غربية من 15 من 25 عقدة مع هبات قوية تصل 30 عقدة، تقل ليلا إلى 15 عقدة. الموج من 2 لين 5 قدم على الساحل وداخل البحر من 5 لين 9 يرتفع لين 11 قدم. هذا والله أعلم. المزيد من المعلومات متابعتنا عبر مواقعنا الرسمية وتطبيق كيوذر. دمتم في حفظ الله ورعايته، مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. شكرا للمتنبئ الجوي سارة النعيمي من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. وإلى الصحافة المحلية الصادرة صباح اليوم وأبرز العناوين. نبدأ الجولة بصحيفة الراية. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى يعزي فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة السيد عمران خان رئيس الوزراء في ضحايا حادث تصادم قطاري ركاب في إقليم السند جنوب باكستان. الدفاع المدني. الإنذار المبكر يعزز الاستجابة السريعة لبلاغات الحرائق والسرقات لا سيما في المنشآت ذات الخطورة العالية. قطر تحصد 4 ميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات، بينها ذهبيتان لجهاز تنقية وتنفس الهواء وجهاز شحن الطاقة لاسلكيا. تركيا تعفي المطعمين القادمين من فحص كورونا، وفرنسا تزيل قيود دخول القطريين. ننتقل إلى صحيفة الشرق. سعادة السيدة لولو الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، جامعة قطر تعمل على تأسيس 6 شركات لاختراعاتها، مؤكدة أن مشاركة قطر في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي 2021 كانت فعالة وتميزت بالأنشطة الثقافية. الإصغاء لصوت الشباب موضوع قمة وايز 2021 تأكيداً لدعم القمة قضاياهم. مديرات مراكز الفتيات. فعاليات الصيف افتراضية بقيادة شبابنا وتشمل ورشاً فنية وأنشطة رياضية وثقافية. مجلس الأعمال الأمريكية القطرية. 100% من النقل العام بالدولة كهربائي في 2030 وخفض الانبعاثات الكربونية للنسب المطلوبة. إلى صحيفة العرب. وزارة الصحة العامة تصدر دليل استيراد الأغذية الحلال، ويشمل الدليل الهيئات الإسلامية المصرح لها بإصدار شهادات الذبح. مشروعان لإنتاج 600 طن أسماك بلطي سنوياً، ما يعادل ربع كمية الاستيراد بالدولة. بثينة الجناحي رئيس قسم الثقافة والفنون في إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر، اكتشاف المواهب الطلابية أولوية بجامعة قطر. مركز إحسان يطلق فعاليات متنوعة لرعاية كبار السن بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن. إلى صحيفة الوطن. متاحف قطر تكرم أفراد القطاع الصحي بعضوية مجانية في الفئة المميزة لبطاقتك إلى الثقافة. معهد جسور يفتح باب التسجيل لدفعة جديدة من برامج الدبلوم المهنية. العقيد الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية. مخالفة الأصوات المزعجة داخل الأحياء السكنية تصل إلى 3000 ريال وحجز المركبة. الهلال الأحمر القطري يدشن مبادرة إبصار لعلاج أمراض العيون في أفغانستان. نختم الجولة بصحيفة لوسيل. انطلاق المرحلة الثانية من التعداد الزراعية. مبادرة مرقاة قطر للخطابة تعقد الجولة الثانية للخطيب الحافظ. المهندس محمد الخوري الأمين العام لإكسبو الدوحة للبستنة 2023، استعدادات مكثفة للمعرض العالمي وتهيئة 170 هكتاراً لاستقباله.
استحقاقات كبيرة تنتظر العنابي بعد أن حقق الصدارة والتأهل إلى كأس آسيا 2023 والكأس الذهبية في مقدمتها. وإلى أخبار من حول العالم وبالتحديد إلى لندن ومشروع كيومينيتي إنرجي جاردن والذي يعمل منذ 10 سنوات لإعادة تحضير الغابة العمرانية في العاصمة البريطانية بعيداً عن أنظار العامة وبالقرب من منصات خط أوفر جراوند العلوي لقطارات الأنفاق. ومنذ إطلاق المشروع تزايد الاهتمام بشكل مضطرد بهذه المواقع، لكنه بلغ ذروته منذ بداية الجائحة وتدابير الحجر المتتالية، إذ أقبل المزيد من المتطوعين على الاهتمام بالحدائق. وفي هذا الموقع أزال المتطوعون طبقات الركام ثم أعادوا زراعة الزهور وأشجار الفاكهة والأعشاب العطرية والشاي ومجموعة متنوعة من الخضر. إذن جميل جدا رؤية هذا المنظر مع المساحات الخضراء في كل مكان. إذن نبقى في عالم النقل والمواصلات، لكن من المترو إلى سيارات التخييم والتي نافست الفنادق حول العالم. التفاصيل في التقرير التالي. تملأ مقطورات التخييم والحافلات هذا الصيف الطرق إلى وجهات العطلات، إذ شهدت مرحلة الجائحة ارتفاعا كبيرا في مبيعات هذه المركبات التي توصف بالترفيهية، رغبة من الملايين الخارجين من تدابير الحجر في تمضية إجازاتهم بأمان في المناطق المفتوحة. لم يعد في إمكاننا التصور أننا سنسافر مثل ما كنا نفعل في السابق، أي أن نقصد بالطائرة مكانا بعيدا. سبق أن استفدنا من هذا الأمر، ولكن بين السفر إلى مختلف بقاع الأرض وكوفيد أردنا مكانا أقل زحمة وأكثر هدوءا. وسجلت مبيعات المركبات الترفيهية رقما قياسيا تاريخيا عام 2020، إذ بلغت 234 ألف وحدة، أي بزيادة 12% على مدار عام وفقا لاتحاد البيوت المتنقلة الأوروبي. وفي المصنع الفرنسي لمجموعة بايلوت يتولى مئات العمال إدخال تعديلات على عربات الفان وإضافة الأسرة والكهرباء والمطبخ والمراحيض إليها. يشهد سوق المنازل المتنقلة نموا ثابتا منذ سنوات عدة، لكن فيروس كورونا أدى إلى تسريع هذا النمو، وتبعات الفيروس كانت مفيدة لصناعتنا، هذا أمر واضح. ويرى الشباب في السفر بهذه الطريقة وسيلة لتمضية العطلة بكلفة أرخص، بينما يستسيغها كبار السن كونها توفر الأمان في زمن الوباء. لاحظنا أن المنزل المتنقل يشبه إلى حد ما الفقاعة الصحية، سيسمح لنا بالسفر إلى حيث نريد بعيدا عن كوفيد لأننا لا نلمس أحدا، كذلك يوفر انطباعا للمرأة عن نمط الحياة في الماضي ولكن في سيارته. وأبرز ما يستهوي المصطفين في هذه المنازل السيارة مرونتها، إذ تتيح لهم الانتقال من موقع تخييم إلى آخر أو الإقامة وسط الطبيعة، وفقا لمسح أجري في فرنسا لحساب شركة فورد لتصنيع السيارات التي تعول بشكل كبير على هذا القطاع. أحس هالتجربة يمكن تكون تجربة مغايرة لرحلات السفر عفوا، لكن في نفس الوقت هاي اللي ينطبق عليهم في الأزمات تصنع الثروات بالنسبة لأصحاب هالمشاريع. إذا مشاهدينا مستمعينا، فقرات ومواضيع الصباح رباح لازالت مستمرة معاكم، لكن من بعد الفاصل خلكم ويانا. قمة جبل شمبرازو هي أعلى قمة في الإكوادور، وتعد هذه النقطة أبعد مسافة بين سطح الأرض ومركزها ب 6384 كيلومترا وأربعة أعشار.
مشاهدينا ومستمعينا حياكم الله معانا من بعد الفاصل وإلى الأطعمة الصحية، حيث من الضروري التأكد من تناولها وممارسة الطريقة الصحيحة لإكساب الجسم الصحة والعافية. من الأغذية الصحية مشروب العصير الأخضر الذي يعتبر أحد الهبات أو الصرعات الغذائية، والتي يقال أنها وسيلة مثالية لفقدان الوزن وأيضا استعادة الصحة. فما حقيقة ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال معنا أخصائية التغذية إيمان عباس عبر زوم. صباح الخير يا إيمان. صباح النور، أهلين، أحب أشكر قناة الريان على الصدافة، أهلا وسهلا. صباح النور إيمان، شنو سالفة العصير الأخضر؟ انتشرت كتير. كلمي لنا شوي عنها. يعني كتير بدينا أسئلة حواليها، أنه فكرة أن أنا لازم أشرب الصبح مثلا أو في أي وقت بحب دايما أخذ عصير أخضر. عصير أخضر هو بيكون معظم الوقت عبارة عن خضروات وفواكه، بس نعم. في الغالب عليه بيكون اسمه أخضر لأنه بيكون فيه عنصر من الخضروات أخضر، يعني ممكن يكون جرجير، ممكن يكون سبانخ، ممكن كمان ناس تحط عليه أفوكادو، بس بشكل عام بتحاول تأخذ فواكه وخضروات مفيدة وتعملهم عصير وتشرب على أساس أنه يزيد من المناعة بتاعتهم، ويحاول أنه هم عندهم اعتقاد أنه بيقلل الوزن أو أنه هو بيحرق الدهون. نعم. أنه طبعاً اعتقاد خاطئ أنه ما فيش عصير معين أو مشروب معين بخلينا نحرق الدهون، لأنه في النهاية إحنا حرق الدهون محتاجين إن إحنا نعمل رياضة أو إن إحنا ننظم أكلنا نقلل سعراتنا. لكن العصير الأخضر دوت بيكون ليه فوائد كتير، يعني نقدر إن إحنا لو نشربه مثلاً، سواء متفرقش وقت شربه، سواء كان على الريق على الفطور أو خلال اليوم، نقدر ناخده على أساس إنه فيه كمان بيكون مكونات مفيدة للجسم، زي إنه بيزيد المناعة، كمان في بيكون معظم الوقت بيكون في كالسيوم، وبيكون في بوتاسيوم، وفي املاح معدنيه مفيده للجسم. طيب ايمان، احنا بنتكلم عن فوائده اكيد، بس خلينا نتكلم يعني مثلا الوصفات اليوم، اذا انا مثلا ابي اتبع هالنظام يعني، او ان انا مثلا اسوي هالعصير، شنو النكهات اللي ممكن استخدمها؟ شنو الخضروات؟ شنو الفواكه؟ كلمي لنا اكثر شوي. يعني هي أصلاً بتكون على حسب الشخص اللي بيحبه، يعني الخضروات والفواكه المحببة من قلبي بتقدري تستخدميها. مثلاً في ناس بتحط كرفس مع سبانخ، بتحط معاها مثلاً جريب فروت أو برتقال، وبتحط تفاح، بتحط مثلاً تفاح أخضر، بتحط زي ما قلنا برتقال، ليمون أخضر، على أساس أنه في النهاية يكون ميكس، يعني مزيج ما بين الخضروات والفواكه بدون سكر. إيمان بشكل عام ملهوش، في ناس بتحط له سكر، في ناس بتحط عسل على أساس يكون صحي أكثر، بس في النهاية إنه بيحاولوا يشربوه كقيمة غذائية مفيدة. يعني حتى لو حطينا معلقة سكر أو معلقة عسل مش هيضر، لكن القيمة الغذائية اللي فيها أكبر. طيب إيمان، هل إحنا بنعتبر العصير الأخضر يعني كوجبة منفصلة ولا كمكمل للوجبات؟ هي دي الفكرة، إنه في ناس بتعتقد إنه إحنا لا خلاص أنا بهمشي عليه وهشربه، كل ما أحس بالجوع ممكن أشرب شوية، وبيتمشي عليه كنظام تخسيس أو نظام لتنزيل الوزن، كسرة الوزن. طبعاً دوت مش صحي أبداً، لأنه في النهاية إحنا جسمنا محتاج حاجات كتير تانية غير العصير، غير الأملاح وغير الفيتامينات اللي هي طبعاً مفيدة، بس بإضافة إلى ذلك إحنا جسمنا محتاج بروتين، محتاج نشويات، محتاج ألياف. تنسوش كمان أنه العصائر أو الخضروات أو الفواكه لما بتنعمل عصير بتفقد قيمة كبيرة من الألياف، عشان كده أنه لازم ما نعتمدش عليه كوجبة أساسية خلال اليوم. إذا الأفضل أنه أنا أكل الفاكهة أو الخضرة أكثر من ما أنا أشرب العصير؟ بالضبط، يعني إذا شخص مثلا ما بيقدرش يأكل الخضروات والفواكه بشكل صحيح، يعني بشكل كامل، نعم. ساعتها ممكن نلجأ العصير دوت ونحط عليه مثلا نحط عليه مثلا معلقة عسل على أساس إنه إحنا نديله طعم نقدر نشربه. لكن عموما إذا الشخص بيأكل خضروات وفواكه بشكل طبيعي، مش محتاجين أبدا للعصائر ديت والهبات الجديدة. نعم، وهو بعد إيمان يعني أنا جربت ما ينشرب بصراحة، يعني في طعم، لأن أنت خاصة إذا أنت هو لونه شوية خاصة إذا ما تحطين يعني سكر أو محليات، يعني الواحد يتجه الاتجاه على أساس أنه يأخذ نظام صحي، فبعد إذا بحط سكر ما سويت شيء ولا؟
ما هي اللي حطينا سكر. شوف هي في النهاية كمية السكر بحطها لو مثلا معلقة عسل أو معلقة سكر صغيرة مش مشكلة معذورة عليها، يعني مش كميات كبيرة من السكر. بس الفكرة كان أنه الفواكه نفسها والخضروات لما بتنعمل عصير نحطها في الخلاط ونضربها عصير، جزء كبير من الألياف بتحول سكر. نعم. احنا اوريدي بنكون خسرنا الألياف اللي هي ليها فايدة كبيرة في الجسم وحولناها لسكر وزودنا كمان عليه سكر. نعم. شنو ممكن الأضرار الثانية؟ إيمان الأضرار الثانية، يعني لو أنا بس يعني باتم على العصير الأخضر، تعرفين الدايت أو الرجيم هبات، ممكن يصير هذه بعد هبة العصير الأخضر؟ وإذا أنا استمر عليه شو الضرر؟ نعم كلمينا عن الضرر. أكيد هو أوريدي في نظام، يعني في ناس ماشية عليه، بستغرب لما بيقعدوا عليه بالأسابيع إنه بيشربوا بس عصاير، يعني اسمه نظام الجوسينج اللي هو بس عصاير، إنه طول اليوم بيكلوش أي حاجة غير إنه بيشربوا عصاير، عصاير مانجا، عصاير خضار، عصاير فواكه طول اليوم بالطريقة دي. بس طبعاً دوت لي أضرار كتير، يعني في النهاية ما فيش نظام غذائي صحي أو أسلوب حياة صحي نقدر نكمل عليه يكون بس عصاير، لأن سبحان الله يعني ربنا خلق لنا أسنان عشان ناكل حاجة، يعني فهماني؟ صحيح. إنه مش عشان نوع بس نشرب عصاير، محتاجين لحوم، محتاجين ألياف أكتر زي ما قلنا، وعشان كده دي طريقة يعني سيئة وليها أضرار. غير كده إنه في ناس تلقى على طول العصاير وهي مش عارفة إنه دوت، طبعاً الناس خصوصاً اللي عندها زي ما قلنا مرض السكري، السكر عندها بالعصير بيكون عالي لأنه قلنا الألياف تحول لسكريات بسيطة، فبترفع السكر بنسبة عالية. الناس اللي عندها مثلا مشاكل في الكلى مثلا لما تحط العصائر العصير الخضروات والفواكه زي العصير الأخضر دوت، نعم، بيكون فيه كمية البوتاسيوم عالية، فبيعمل بيزود التحميل الكلى، فبيؤدي ممكن إلى ضعف الكلى خصوصا الناس اللي اوريدي عندهم مشاكل، أو مثلا ممكن يؤدي إلى مشاكل تانية مثلا زي الحصاوي أو هي كل حاجة لو إحنا استخدمناها باعتدال وبشكل معتدل وبشكل صحي نقدر نوصل للهدف اللي إحنا عايزينه. لكن إن إحنا نعيش حياتنا على العصاير خصوصا العصير الأخضر دوت، لأنه كمان الأخضر اللي هو اللون دوت معظم الوقت بيكون فيه مواد بتتعارض مع الناس اللي بتاخد ورفرين أو بتاخد أدوية مميعة للدم، يعني لازم تكون عاملة عمليات في الدم في القلب سوري، ساعتها بتاخد أدوية زي أسبرين زي الورفرين، تاخد أدوية معينة بتعارض مع العصائر دي اللي هي بتكون فيها المواد الخضراء الورقيات الخضراء. عشان كده لازم قبل ما نلجأ لأي هبة جديدة ساعتها نسأل أخصائي تغذية أو مختص قبل ما نضر نفسنا بدل ما نسفيد نفسنا. طيب إيمان، يعني يمكن بعد تعرفين ساعات إن مثلا الضغط الاجتماعي أحيانا مثلا بالنسبة للهبة، يعني اليوم إذا تروحين أي قهوة ممكن يقول لك الماتشا حارة ولا باردة، بعد يعني الماتشا تعتبر من نوع من أنواع العصائر اللي ممكن تكون ولا؟ الماتش هي عبارة عن شاي، نوع من أنواع الشاي بس فيه مضادات أكسدة بشكل أعلى شوية، فبيكون في جسمنا بيحرق سعرات بعد ما بنشربه بشكل أعلى لفترات أطول. هي الفكرة فين؟ أنه لما إحنا بنشرب الشاي دوت اللي فيه مضادات أكسدة عالية، ساعتها جسمنا بيرتفع درجة حرارته لفترات بسيطة، فلما الجسم يرتفع درجة حرارته ساعتها الحرق مستوى الحرق في الجسم بيزيد. نعم إن شاء الله إيمان. نعم. يعني إحنا بنزيد الحرق بس بطريقة غير مباشرة، بس مش معناته إن إحنا نعتمد عليه إنه خلاص إن أنا آكل براحتي، وزي هبة الشاي الأخضر الشاي الماتشا إنه آكل براحتي وبعدين أروح آخذ شاي ماتشا. شكرا إيمان على هذا الحوار، وإن شاء الله المرة الجاية تكوني معنا هني في الاستديو مع العصير الأخضر نجربه. أهلاً وسهلاً. إذن إيمان عباس أخصائية التغذية كانت معنا للحديث عن العصير الأخضر. إذن مشاهدينا التقرير التالي نتعرف على بعض من النصائح الغذائية لفصل الصيف، نتابع. يرتبط فصل الصيف بالنمو والنضج، كيف لا وهو أشد فصول السنة حرارة، حيث تتجاوز درجات الحرارة أحياناً أكثر من 50 درجة مئوية. وينصح الأطباء باستثمار فصل الصيف لتنظيف الجسم من تراكمات المواد الدهنية والسكرية الزائدة وإراحة المعدة من المواد صعبة الهضم والامتصاص في الحر،
وذلك باللجوء إلى مواد أخرى ومتوفرة بكثرة في هذا الفصل. ومن أبرز النصائح تناول أنواع الخبز والأطعمة المعدة من الحبوب غير المطحونة أو المقشورة كالقمح والأرز، والتحول عن استهلاك اللحوم بكثرة إلى الخضروات المطبوخة بالبخار أو الماء بدل الزيت، واللجوء إلى الماء أو عصائر الفواكه الطبيعية الباردة بدل البوظة والمشروبات الغازية للتبريد، حيث تدخلها غالباً الكثير من المواد الكيميائية للحفظ وإضافة النكهات وغير ذلك، بعكس الفواكه الطبيعية الباردة التي تعد أكثر فائدة للحفاظ على ترطيب الجسم في الأيام الحارة. مثل ما شفنا وياكم في التقرير أهمية الغذاء الصحي، أيضا شرب الماء، هالأمور كلها تساعد على تقوية المناعة اللي دائما نحتاجها. إذن مشاهدينا فاصل قصير نتعرف فيه على بعض القرارات التي حدثت في مثل هذا اليوم، ولنا عودة. حدث في مثل هذا اليوم 9 يونيو حزيران. في مثل هذا اليوم من عام 1898 أبرمت اتفاقية بكين الثانية التي وافقت فيها الصين على تأجير الأراضي الواقعة بين شمال ما يعرف بالشارع الحدودي وجنوب نهر شام تشوم والجزر المحيطة للبريطانيين لمدة 99 عاماً دون مقابل، لتصبح كل هذه المناطق الملقبة بالأقاليم الجديدة جزءاً من المستعمرة البريطانية بهونغ كونغ. وفي مثله من عام 1928 بدأ أول بث تلفزيوني منتظم من مدينة نيويورك، وكان لمدة 2 ساعة في 3 أيام في الأسبوع. وبعد الحرب العالمية الثانية غطى البث التلفازي الولايات المتحدة من شرقها إلى غربها. وصلنا معاكم مشاهدينا مستمعينا إلى فقرة التواصل الاجتماعي. سؤال اليوم: كيف تؤثر مشاهدة الأفلام والتلفاز على سلوك الفرد؟ خلونا نشوف المشاركات. إلى أول مشاركة، إذا كانت الأفلام ذات سلوك عدواني يمكن أن يتم تقليدها من قبل الأطفال والمراهقون، ممكن أيضا الأفلام تأثر في تغيير اتجاه السلوك. مشاركة أخرى: على الوالدين أن يتحكما في اختيار القنوات وكذلك الأفلام ممكن بشكل عام ومن خلال بعض البرامج. مشاركة أخرى: من خلال التلفاز والأفلام قد يرى الطفل مزيدا من العنف فبالتالي يصبح جزء من حياته، إذن مبلازم أنا أخليه يشوف العنف، عشان شي إحنا دائما نقول التحكم من خلال الوالدين لكن من خلال البرامج المحددة واللي أصبحت اليوم متاحة. مشاركة أخرى: أستمتع بمشاهدة الأفلام التاريخية أو التي تروي سيرة وقائع من الماضي. مشاركة أخرى: تأثر مرات بشكل إيجابي ومرات سلبي حسب طرح المواضيع في التلفاز أو الأفلام، بحيث الفرد لازم يأخذ فكرة إيجابية ويبتعد عن كل شيء يسيء له ولتصرفاته. إذن التلفاز يعني ما نقدر نتحكم فيه بصورة كاملة، لكن يبقى الخيار أكيد للإنسان. المشاركة الأخيرة: الصراحة أنا أندمج مع المونتاج والإخراج، أيضا أمور مهمة جدا في إخراج العمل التلفزيوني، وإن شاء الله تندمجون بعد معنا. مشاهدينا مستمعينا الكرام، نبقى مع التواصل الاجتماعي، فقرة هاشتاج هالمرة اخترنا لكم صناعة المحتوى. خلونا نشوف التغريدة الأولى: جربت أبني فكرة صناعة المحتوى من أول نقطة لآخرها أثناء رحلة صناعة المحتوى،
تعلمت وعرفت كثير، حسابات رهيبة، اكتسبت مهارات جديدة، ومع كورونا رتبت لنفسي نظام كنت أمشي عليه وما كنت أضيع وقتي بدون ما أستفيد منه. طبعا هذه من حسنات كورونا. أيضا مشاركة أخرى: صناعة المحتوى الهادف تتطلب مهارات التواصل الاجتماعي بشكل أفضل بين مختلف شرائح مجتمعنا، بالتأكيد لأن في النهاية الإنسان لما يكون عنده محتوى لازم يروج له من خلال وسائل التواصل. مشاركة أخرى: يساهم المحتوى في صناعة التأثير لمختلف المجالات والمسارات، وتتعدد الاستراتيجيات والأساليب المتبعة في بناء المحتوى بكافة أنواعه وأشكاله. كانت هذه مشاهدينا مستمعينا آخر مشاركة. يمكن إحنا نقول ارتباطنا أو تأثرنا بفيلم أو مسلسل لأنه يمكن إحنا مرينا بهالموقف، أو حتى أحيانا لأنه يذكرنا موقف شفناه أو حتى سمعنا عنه، فهالشيء يمكن يخلق بيننا وبين المشهد اللي شفناه ارتباط عاطفي نتأثر فيه، خاصة إذا كان هالمشهد يمكن يتفق مع القيم اللي إحنا نؤمن فيها أو اللي تمثلنا. عشان شيء دائما نقول المحتوى هو الذي يبقى في الذاكرة. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، لازلنا أيضا في الأفلام والبرامج المختلفة والتي تذاع عبر التلفاز، حيث تتميز بلغة قوية ذات تأثير كبير جدا على سلوك الفرد وأيضا الرأي العام. لهذا ينصح بضرورة تقنين المشاهدة والابتعاد عن سلبية الاستهلاك لكل ما يعرض. نشوف التقرير التالي. تمتلك الأفلام والبرامج التلفزيونية قدرة كبيرة على تأثير والتعبير والتغيير وصناعة الرأي العام، فهي تعتمد على مجموع الحواس وليس على مجرد السماع، وتستهدف المتعة والتشويق مع التعليم في وقت واحد. وأشارت العديد من الدراسات إلى أن التلفاز يساهم في تعميق وتغيير الكثير من المعارف والمعتقدات التي قد لا تتناسب مع المتلقي، خاصة لمن هم في مرحلة الطفولة، بالإضافة إلى ازدياد الفجوة بين الأسرة الواحدة بسبب الانشغال بالمشاهدة والتلقي فقط، عدا عن مشاكل أخرى كالخمول والسمنة. وعليه ينصح بعدد من الإجراءات لتقليل الآثار السلبية للتلفاز. اتباع نظام في مشاهدة التلفاز وعدم الاستسلام لرغبات الأطفال. عقد جلسات عائلية للنقاش حول التلفاز. اختيار البرامج الجيدة والمناسبة ليستفيد منه كل الأفراد. التنويع في البرامج من التربوية إلى الترفيهية والثقافية والعلمية. اقتراح نشاطات جماعية للتقليل من مشاهدة التلفاز. إبعاد التلفاز عن غرفة الطعام والحديث عن شؤون العائلة. التنويع في الهوايات المفضلة كالمطالعة والرياضة والأنشطة الاجتماعية حتى لا يبقى التلفاز وسيلة الترفيه الوحيدة بين الأفراد. وإلى ضيفتنا الثانية المتميزة، فازت الطالبة نوف النعمة، الطالبة في جامعة فيرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، بجائزة الإنجاز الإبداعي والتي يمنحها المكتب العربي للشؤون الهندسية والتي أطلقها المكتب العربي للشؤون الهندسية. يسرنا أن نرحب ضيفتنا نوف النعمة. صباح الخير يا نوف. صباح النور، جدا سعيدة بتواجدي معكم وشكرا لكم لدعمكم لمواهب أبناء هذا الوطن. وأنتي تستاهلين يا نوف، أكيد مبارك لك هذه الجائزة، بس أكيد نبي نعرف تفاصيل أكثر عنها. طبعا هي جائزة يعطيها إبراهيم الجيدة كل سنة لأبناء طلاب جامعة فيرجينيا من تخصص الجرافيك وانتيرير، يختار يعني هو يعني الجامعة ترشح يعني طالب أو طالبة من كل فصل دراسي تقريبا إنه يفوز بهالجائزة. ويعني هي يعني شروط الجائزة تنبني على مواهب الطالب بشكل عام، يعني مش إنه مشروع معين ولكن يعني إنجازاته في هالسنة وشلون شغله وامتيازه يعني في السنة الدراسية. طيب شنو كانت إنجازات نوف؟ هو يعني هالسنة كانت يعني جدا مختلفة لي، خصوصا يعني في وقت كورونا، يعني الواحد يعني وده بأي طريقة يعني يطلع من
يعني الواحد يحس بصعوبات يعني خصوصا مع الاونلاين ومع التغيرات اللي صارت 180 درجه. يعني قبل كنا ندوم في الجامعه كنا نشوف بعض، يعني هالشيء يعني صار مختلف. فيعني قدرت انا اضغط على نفسي بقد ما اقدر ان اطلع ويعني اشجع نفسي واكون غير عن الطلاب اللي معي، ومنها يعني شلون ادمج الاختلاف العادات والتقاليد اللي في دولة قطر مع التصميم الداخلي ومع الفن بشكل عام. طيب نوف، يعني كانت فرصة حلوة، يعني صح ان احنا ما نتمنى ان الفترة طول، بس يعني في كثير من الطلاب والطالبات استفادوا من هالفترة يعني في تنمية مواهبهم. خلينا نتكلم عن موهبة نوف تحديدا. أيوه. شنو موهبتك في اي مجال؟ انا احب الفن بشكل عام، يعني من وانا صغيرة يعني دخلت في هالمجال يعني بكل حب. فن تشكيلي، يعني فن التشكيلي. نعم. يعني بس ان الفن يعني التصميم الداخلي يعني كنت احبه قبل، بس اللي يعني اللي حببني فيه زياده هو وقتي في الجامعه. يعني هو يعني اصلا الفن التصميم الداخلي يعني اعتبره كلوحه، يعني من اخلط مثلا الالوان اللي في الغرفه. نعم. الروح اللي في الغرفه، الاضاءه مع المفروشات، هاي كلها يعني يرسم لي لوحه. فهو يعني انا اقدر اشبهها برسم اللوح، يعني نفس الشيء يعتبر. يعني الانسان في النهايه يبي يكون في مكان هو مرتاح فيه، يعني مش شرط بس مكان جميل للنظر، بس انه يكون بعد مكان فيه روح، فيه حياه، يعني فيه راحه، في لمسه أكيد. الفنان نفسه أكيد. طيب تخصصك في مجال التصميم. أيوه. بس مبنى على موهبه في الرسم اكيد. يعني انا جدي جاسم الزيني الله يرحمه هو اكثر واحد حببني في الفن، يعني فمن وانا صغيره كنت دائما معاه يعني في المرسم، وكان دائما يقول لي يعني سبق وقلتها قبل انه كان دائما يقول لي ارسمي لا توقفين. فمن هالجمله يعني انا الحين هدفي انه يعني ما اخلي التصميم الداخلي في صوب والرسم في صوب، انه شلون يعني اخلي التصميم الداخلي هو اصلا فن، يعني بطريقه انه امزج هاي وهاي، انه يكون إن حتى لما شخص يعني يشوف الرسمة أو يشوف المكان اللي صممه يكون يعني يكون فن أو كأنه لوحة. نعم. طيب نوف، يعني أنت حاليا تصممي ولا؟ يعني لحد الحين أنا طالبة. أيه؟ في الجامعة. نعم. فيعني كأني قاعدة أتدرب، لأن أصلا يعني أيوه هو المجال يبي له تدريبا، حتى بعد الجامعة يعني يبي له أطور من نفسي قبل لا أبدأ مشروعي الخاص، و يعني يبي له مهارات، ويعني لانه وايد في اشياء يعني تفاصيل يبي لها، انه عشان ما نغلط يعني في النهايه نوفر حق اللي بيشتري هالمكان او بياخذ هالمكان يعني اكثر راحه. فيعني يعني ما نبي نغلط في الاشياء. اي، وحتى يعني احنا ما نقول اغلاط، احنا نقول محاولات، يعني ايه. اكيد الواحد يتعلمها ويكتسب خبرات من خلال تراكم التجارب. طيب نوف، يمكن السؤال ليش شاركتي في الجائزة من الأساس؟ شو اللي خلاك تشاركين؟ هو يعني بصراحة يعني ما كنت متوقع، هو يعني لأن مش إحنا اللي نقدم، هو الجامعة تختار الطلبة، يعني على حسب الشغل اللي نسويه وعلى حسب المهارات اللي إحنا نسويها حق كل مشروع. فالدكاترة الجامعة هم كأنهم يرشحون الطالب اللي يحسون إنه هو يعني يناسب هالجائزة، أو يعني اللي قدم متميز عنده أعمال مختلفة، اللي 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 قدم كل اللي عنده عشان يعني يستحق هالجائزة. طيب عندك فكرة عن عدد المشاركات أو طب؟ هو يعني تقريبا في أربع أو خمس فائزين من مختلف الدول، بس الحمد لله قدرت إني أفوز في الجائزة. يعني وإحنا قاعدين نشوف التصميمات الجميلة اللي نفذتيها نوف، ممكن تكلمينا عنها؟ هو طبعا مع كل مشروع يعني الدكاتره يعطونا يعني بشكل عام انهم ان المشروع عن شنو، مثلا يعني مثلا تصميم ريسبشن او مدخل، اعاده تصميم مدخل الجامعه. فيعني كل طالب من عقب ما يعني يسمع عن المشروع هو ياخذ يعني فكرته وشنو اللي هو يحبه ويروح يعني يحطه على هالمشروع. يعني مثلا انا احب يعني ادمج العادات والتقاليد في قطر مع مثلا اي عادات ثانيه او مع اي مجتمع ثاني، عشان يعني يعني مع دخول 22. نعم. بعد احنا لازم نسوي هالشيء، نعرف يعني نعرف الناس بعاداتنا وتقاليدنا. فمثلا انا اخذت يعني ثقافه السدو او حياكه السدو شلون، وحطيتها في المدخل. بهالطريقه نقدر نعرف الناس على هالشيء، على ثقافه السدو شلون يصير، وفي نفس الشيء شكله يعني
يعني من الروح يعطينا روح وثقافة عربي خليجي. أكيد. طيب نوف، شلون تنفذون يعني المجسم؟ هل إلكتروني ولا تنفذون مجموعة من الأدوات؟ هو في مراحل يعني أول شيء نحط سكتش للفكرة يعني بشكل عام، إنه مخطط تقريبا. أيوة يعني كذا، يعني ما يكون واحد، حتى يعني يكون مثلا فوق 20 فكرة مختلفة، من عقبها ناخذ واحدة ويعني نبسطها ولين ما يعني ناخذ الفكرة الأساسية، ومن بعدها نبدأ نسويها على الكمبيوتر اللي هو نسميه رندرينج، اللي كأنه يعني كأنه مكان حقيقي بس لكن هو افتراضي، مثل 3D. أيوة 3D. ومع الكورونا المجسمات قلت لأن ما نقدر نروح يعني الجامعة وناخذ المعدات اللي احنا نحتاجها. أيوة يعني قلت، بس في يعني في مجسمات حقيقيه 3D، بس طبعا مع الكورونا قلت. بس يعني الحين معتمدين اكثر شيء على الكمبيوتر، وحتى يعني مثلا لان انا احب الفن فانا امزج الكمبيوتر مع الرسم، فهاي الشيء اللي يعني تميزت فيه ورحت في مساري اللي هو الرسم مع الكمبيوتر. وبعدين نوف يعني التصميم نفسه، يعني انت مثلا بترسمين وبعدين نفس الشيء بتحولين هالشيء الكتروني، يعني لازم تكون عندك هالمهاره وعندك هالمهاره. اكيد. طيب هالمهارات في الاساس تعلمتيها في الجامعه؟ في الجامعه طبعا، بس يعني لازم بعد الواحد يعني في وقته الاضافي يروح يتعلم زياده، يعني في يعني اجيالنا الحين الحمد لله يعني اليوتيوب متواجد، فنقدر يعني من خلال اليوتيوب نتعلم ذاتي. صحيح. بالضبط. يعني هو الجامعة يعني طبعاً علمتنا هالأشياء، بس يعني لأن التصميم اللي أنا أبي أسويه يعني مو شبه تصميم أي حد ثاني، ففي مجال معين في لمسة نوف. بالضبط. فشلون أنا أسوي هاللمسة؟ يعني لازم أتعلم شوي من نفسي وأحط اللي يعني لمساتي اللي أنا أحبها في هالمشروع. يعني أنا قاعدة أشوف يعني التصميمات الجميلة نوف، يعني في مثل ما يقولون في لمسة خاصة تتميز فيها نوف. طيب عندك شيء ثاني ممكن كنت تقولي لي مجموعة مرسومة؟ أيوة. أو شيء؟ فبديت أرسم طبعا هالشيء يعني واحد من مميزات الحجر اللي خلانا نطلع مواهب ما كنا مدفونة ما كنا نعرفها. فبديت مثلا أرسم سكتش، يعني هاي يعني طريقة من أو شيء من اللي شلون أمزج مثلاً الهندسة المعمارية مع الرسم. لحظة، هاي رسمك ولا هاي جاهز وأنت؟ لا رسمي. فهني أخطط مثلاً أرسم بدون ما طالع الورقة، اللي هو يعني علمنا على الذاكرة اللي هو هالصفحة، بس هالصفحة مثلاً اللي يعني أخذ الصور اللي أنا مصورتها وقت السفر. نعم. وأروح أرسمها على الورقة. بس ممكن تحطينها على الكاميرا نوف؟ فهاي كانت سفرة من السفرات الجميلة في اليابان. يعني كأني أسافر بالكتاب. يعني هذه من خلال رحلاتك توثقين مثلا مكان معين عجبك؟ أيوه. يعني ولاحظت أنه يعني تستخدمين الأسود. أيوه تبارك يعني الرحمن. يعني لأن بصراحة يعني صجنا الأسود لون ثابت، لكن من خلال يعني ضغط القلم يعني نقدر نطلع ألوان من الأسود. ما بين الأسود والأبيض. أيوة. والرمادي يعني حتى وصلنا. هذا حلو، هذا حلو، خلينا نشوف. تكلمي هنا عن هذه متحف قطر الوطني، فكان يعني حضرت الافتتاح وجدا سعيدة، ولي شرف أني أحضر يعني إنجاز كبير في دولة قطر مثل الافتتاح، فهاي لحظة جميلة في حياتي ولازم أوثقها، ومن خلالها قدرت أرسم متحف قطر، وطبعا المكان اللي وحشنا وايد. ان شاء الله يعني ان شاء الله قريب ان شاء الله. ويعني البدايات يعني هاي رسمه مش كثير ياخذ منك وقت، يعني مثل الحين رسمه المطار، خلينا نشوف رسمه المطار نوف. كثير مثلا اخذت منك وقت؟ هو كل رسمه تختلف لانه يعني كل تقريباً. صوره يعني اكثر تقريبا 5 ساعات، لان يعني انا وايد احب التفاصيل، يعني بقعد اطالع يعني بشوف بركز على التفاصيل اكثر من الصوره العامه، فلان التفاصيل هي تعطينا الروح، هي تعطينا حياه الصوره، تحسس الانسان انه هو في هالمكان. وانا يعني فعلا احس انه يعني نفسه، يعني لو اتخيل على طول انه ملون والدب الاصفر. أيوه. هذه خلاص يعني نقلتي كل التفاصيل، انه حتى حركه الاشخاص. أيوه. تعبيراتهم يعني هو اللي انا احبه، انه يعني ما اخلي الشخص يوقف او يعني اخذه بصوره اللي هو ما كأنه حاس، يعني بهالطريقة أقدر يعني أرسم روح المكان،
ويعني الحيوية الحياة اللي فيها والروح اللي في المكان والنشاط اللي فيه يعني. نوف يعني أنا أشوف فيك موهبة متميزة بأمانة وفي عندك شغف وعندك حماس للتخصص، كلميني عن طموحك المستقبلي. إن شاء الله بعد ما أتخرج أكمل يعني دراستي إن شاء الله الماجستير، ويعني مش شرط في نفس المجال، يعني مش شرط نفس المجال بس لكن يعني في الفن بشكل عام، ولما أكتسب خبرات زيادة إن شاء الله أفتح مشروعي الخاص، يعني مشروع مش شرط بس تصميم داخلي لكن تصميم داخلي مع والفن التشكيلي والفن بشكل عام، يعني يعني أحاول يعني أوسع من الشيء اللي أنا أحبه يعني. إن شاء الله أكون أنا زبونتك إن شاء الله أول واحدة. طيب بكلمة أخيرة نوف في نهاية اللقاء. أولا مثل ما قلت جدا سعيدة بتواجدي اليوم معاكم، وإن شاء الله يعني القادم أفضل، ويعني بس أبي أحث الناس إنه يعني إن كل حد يحب شيء معين يعني يدخل في هالمجال، لأنه مثل يعني الإنسان بيبدع وبيسوي وبيطور من موهبته يعني إذا حب هالمجال، إذا ما حب شيء صعب يعني. فالحمد لله لأن يعني أسرتي وعائلتي يعني وايد يعني من ثقتهم فيني وتشجيعهم لي قدرت أني أدخل هالمجال وأبدع فيه وأتميز فيه، وإن شاء الله يعني مثل ما قلت القادم أفضل. أكيد القادم أفضل نوف، دام إحنا نشوف هالطموح الحلو وهذه الإيجابية والشغف ناحية التخصص. نوف النعمة طالبة في جامعة فيرجينيا كومنولث، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا ومستمعينا نؤمن بأننا نستطيع من خلال الفن التحدث بصوت أعلى والتعبير بشكل أقوى من الكلمات، يمكننا أن نوصل رسالة ذات معنى في جزء من الثانية. إذا بكلمات ضيفتنا نوف النعمة وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا اليوم، نشكركم على تفاعلكم معنا على سؤال اليوم، ونذكركم بسؤال حلقة الغد: ما هو الموقف الجميل الذي لا تنساه في حياتك؟ لقاني يتجدد معاكم بكرة في مواضيع وفقرات مختلفة. مع السلامة.